الفيديو الثاني النهارده في الاندوكراين باذن الله هنكمل الكلام اللي قلناه في اول فيديو. وهنا انا حاطط عناوين المواضيع اللي احنا المفروض نشرحها المره دي. اول عنوان ريليشن بتوين هايبوثالامس اند بيتيوتري. كلنا عارفين ان البيتيوتري بتتقسم لجزئين انتيريور اند بوستيريور. النهارده هنتكلم على العلاقه بين الاثنين. والجزء الثاني العنوان الثاني هتكلم على البوستيريور بيتيوتري هرمونز، وهتكلم على الاثنين هرمونز دول اي دي اتش انتي دايوريتيك هرمون واوكسيتوسين. دي العناوين، وزي ما اتفقنا في الفيديو الاول في النهايه هنعمل سمري لكل اللي قلناه. هنعمل زوم على الرسمه دي اللي هبتدي اشرح بيها اول عنوان. المربع ده هو الهايبوثالامس، والدايره الصغيره هي الانتيريور بيتيوتري عشان اركز عليها في الرسم. طبعا هيبقى في علاقه اخرى مع البوستيريور بيتيوتري. عايزين نركز في الفكره. الهايبوثالامس انا رسمت جواه شبكه لونها احمر. الشبكه دي اللي انتم شايفينها اسمها برايمري كابيلاري كومبلكس. دي اول مجموعه كابيلاريز موجوده في الهايبوثالامس. وهنبص على الانتيريور بيتيوتري شبكه حمراء تانية تبقى دي سكندري كابيلاري. السؤال الاول بقى، ليه ربنا عمل مجموعتين من الكابيلاريز؟ واحده في الهايبوثالامس والثانيه في الانتيريور بيتيوتري. السبب المهم ان الهرمونز اللي هتطلع من الهايبوثالامس لازم تحصل لها اكستشينج. دايما الاكستشينج ما بيحصلش الا عن طريق كابيلاريز زي ما خدنا في سنه اولى، ماشي. طب ادي الهرمون دخل انتقل من الكابيلاري. لو تفتكر في سنه اولى الكابيلاري كانت بتتجمع وتصب البلاد في فين، والفين يبعت البلد الى الهارت. هنا هو ده الفين. هيمشي في الفين ده هرمونز اللي خارجه من الهايبوثالامس، وبدل ما ترجع للهارت لا، نزل الهرمون في الممر ده عن طريق الفين وراح الى الكابيلاريز اللي جوه الانتيريور بيتيوتري عشان بعد كده يحصل له سكريشن في الدم. يبقى البدايه كابيلاريز والنهايه كابيلاريز. قالوا في كل المراجع ان اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه بورتال سيركيوليشن. كلمه بورتال بالعربي معناها باب او الدوره البابيه. يعني بدات الهرمونز من الباب ده من عند الهايبوثالامس وانتهت عند الباب ده. باب لمين؟ باب للفين، لان الفين هيوزعها بعد كده. يعني في جرينز خارجه من الانتيريور بيتيوتري توزع الهرمون او تمشيها في البلازما. طيب سؤال مهم قوي، انت قلت لنا ان العلاقه بورتال سيركيوليشن، هل يا ترى في مثال تاني للبورتال سيركيوليشن في جسمنا؟ الاكل اللي انت بتاكله بيمتص في البرايمري كابيلاري بتاعه الانتستين، بس الاكل ده ما تقدرش توديه للدم كده. لازم الاكل اللي بيمتص يحصل له ميتابوليزم في الليفر. فكل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يتخيل بدل ما اقول هايبوثالامس هنا انا هنا هقول انتستين، وبدل ما اقول انتيريور بيتيوتري انا هقول ليفر. طب ولما يوصل الليفر برضه في كابيلاري كومبلكس سكندري يخرج منها عن طريق الفين ويحصل له ابسوربشن. يعني الفكره ببساطه ان البورتال سيركيوليشن مش بس على مستوى اندوكراين، ده كمان على مستوى الانتستين والليفر والفود ابسوربشن. نرجع لموضوعنا، الهايبوثالامس انت قلت انها بتفرز هرمونز وازاي بتتحرك؟ كام
هرمون هيفرزها الهايبوثالامس. عددهم 6. والانتيريور بيتيوتري هتفرز 6 هرمونز. وقبل ما اقول اساميهم عايز انبه بنقطه مهمه جدا. احنا في الفيديو الاول قلنا ان البيتيوتري هي الماستر جلاند، هي الغده المسيطره على جلاندز كتيره في جسمنا. بس الماستر ده ليه رئيس، مين اللي بيديله الاوامر؟ هايبوثالامس. تعالوا نقول اسامي السته اللي خارجين من الهايبوثالامس عشان نلاقي الموضوع سهل. بس قبل ما اقول اسامي السته عايزكم تبصوا معايا على البورد. الانتيريور بيتيوتري رسمت تحتيها ثلاث رسومات. عايز اقول لك ان في ثلاث غدد تحت سيطره الانتيريور بيتيوتري، وبالتالي تحت سيطره الهايبوثالامس. يعني نبتدي مثلا ثايرويد جلاند، الغده الدرقيه اللي في رقبتي. ثايرويد جلاند علشان نتحكم فيها جيب هايبوثالامس سؤال من الهرمون الاول. انا هفرز هرمون اسمه ثايرويد او الحرف فيها تي، ريليزنج هرمون. ار يعني ريليزنج. كلمه ريليزنج يعني يا دكتور؟ يعني ستيميولاتور. هايبوثالامس بيفرز تشكيله هرمونات، يا اما ستيميولاتوري يا اما انهبيتوري. يبقى انا طلعت ثايرويد ريليزنج هرمون، طلع من هنا راح للانتيريور بيتيوتري، قالت له انا خدت الاوامر، ده ستيميوليشن، انت شغلتني يا هايبوثالامس. الله، انا لما شغلت انت هتفرزي هرمون اسمه ايه؟ قالت، وده اول هرمون في الانتيريور بيتيوتري، هنمشيها واحده بواحده. ثايرويد برضه ستيميوليتنج هرمون. لو تلاحظوا الريليزنج والستيميوليتنج نفس المعنى، بس في كل المراجع قالوا لازم نفرق. يبقى مصطلح ريليزنج يطلق على هرمون خارج من الهايبوثالامس، ستيميوليتنج خارج من الانتيريور بيتيوتري. وفي النهاية المعنى واحد، أنا هشغل ريليزنج أو ستيميوليت. يبقى دي أول واحد. نيجي رقم اتنين من غير همس، أنت عايز تتحكم في الأدرينال كورتكس. وقلنا في الفيديو الأولاني إن الأدرينال جلاند دي اللي فوق الكدني فيها جزئين، مضلة أخدناها في السنة الأولى بتاعت الكاتيكولامينز، والكورتكس او القشره دي اللي هتاخدها استمرار بالتفاصيل. طيب انا عايز اتحكم في القشره في الادرينال كورتكس، يبقى انا كهايبوثالامس اهو هفرز هرمون تاني اسمه ايه بقى؟ سي. سي ده رمز لكلمه ايه؟ كورتكس. بنسميها كورتيكو، يعني انا رايح اثر على الكورتكس. ريليزنج هرمون يبقى اسمها سي ار اتش، اول حرف من كل كلمه، ده تاني هرمون خارج من الهايبوثالامس. طب السي ار اتش ده راح للانتيريور بيتيوتري، نفس المعنى. انتيريور بيتيوتري قالوا انا اشتغلت علشان اشغل الادرينال كورتكس، قال له ماشي. طب هتفرز ايه انتيريور بيتيوتري؟ بصوا بقى انتيريور بيتيوتري قال انا هفرز ايه؟ ادرينال. حلو، هو رايح للادرينال كورتكس او ادرينال كورتيكو. ها ادرينال كورتيكو ستيميوليتنج هرمون، وده مهم جدا، اللي هي ايه؟ اي سي تي اتش، ادرينال كورتيكو ستيميوليتنج هرمون. ده مهم جدا جدا، ده خارج من الانتيريور بيتيوتري، ده رقم اتنين. نيجي للهرمون التالت اللي طالع من الهايبوثالامس، هتقولوا لي مفيش في الرسمه غيره، جوناز او السكس اورجنز، سواء ميل او فيميل. طيب الهايبوثالامس يفرز ايه بقى؟ يفرز جونادوتروفيك ريليزنج
برضو جي ان يعني جو نات لان فيها جي ان ده انا رايح اثر على الجلاد بس مش بشكل مباشر انا بفرز الهرمون ده يروح للانتيريور بيتيوتري حلو انتيريور بيتيوتري هنا بقى تفرز ايه؟ هتفرز اثنين هرمونز يعني مش هرمون واحد على الجلاد لا هتفرز فوليكل ستيميوليتنج هرمون هنتقال الكلام ده بالتفاصيل في الريبرودكشن سواء ميل او فيميل والهرمون اللي بعده حاجه اسمها يوتينايزنج هرمون او اختصارها LH انت في اخر السنه من حقك تتكلم بالاختصارات لانها اختصارات عالميه هتقول لي طيب لغايه دلوقتي اتكلمت على اربعه باقي لك اتنين يا دكتور هقول لك الاتنين دول ليه انا هختم كلامي بيهم عشان تشوف طريقتي وانا بشرحها وما تنساهاش الاتنين اللي باقيين الخامس والسادس دول ممكن يبقوا ستيميوليتنج او انهبيتوري ايه ده؟ طب اللي فاتوا كلهم كانوا ستيميوليتنج فيهم كلمه ايه؟ ريليزنج اهي ريليزنج ده دايما ريليزنج انت جيت بقى في الاخرانيين ومش هتقول لي ريليزنج بس هتقول ريليزنج و انهبيتور طب ليه؟ بص بقى جروس هرمون اللي هنقولها الفيديو ارقام الجروس بتاعنا مش مستمر طول الوقت انت نموك او نمو العظم بيقف عند 18 سنه بالنسبه للميل و16 في ميل هي اليونيون اوف ايتاثيسس هنقولها بعد كده يعني معنى كده انت مش طول الوقت عندك جروس للبول لا دي عمليه وقتيه شويه عشان كده الهايبوثالامس فكر في فكره روعه قال انا عندي نوعين قلنا ايه؟ قال انا عندي جروس هرمون جي اتش اول حرف من الكلمه ريليزنج هرمون يعني انا اقدر اعمل ستيميوليشن واقدر اخلي الانتيريور بيتيوتري تفرز جروس هرمون يبقى ادي واحد وممكن ان انا اوقف افراز الجراس هرمون يبقى جراس هرمون انهيبيتوري هرمون او انهيبيتنج هرمون ايه ده؟ يعني الهايبوثالامس هنا شغال على المشتين طيب في حاجه ثانيه يقدر برضه يعمل لها تغيير قالوا بس قبل ما نقول حاجه تعالوا نجمع هتقولوا كده في ثلاثه هايبوثالامس المفروض ده الرابع تمام وده الخامس مين السادس بقى؟ عشان يبقى الكلام واضح السادس هو البرولاكتين يعني الست مش بترضع كل لحظه في حياتها طبعا لا ترضع بعد الولاده معنى الكلام ده ايه؟ ان الهايبوثالامس قال انا ممكن اطلع هرمون يتحكم في الرضاعه طب قصدك ايه؟ كلمه برو معناها اهل ولاكتين معناها لاكتيشن او رضاعه فالبرولاكتين ده مش طول الوقت عشان كده الهايبوثالامس عمل فكره عبقريه قال انا هعمل برولاكتين انهيبيتوري هرمون يعني ما ينفعش اطلع برولاكتين طول الوقت علشان الست دي ترضع ده في وقت معين هيحصل الرضاعه هنيجي الفيديو القادم يقول ازاي بس هو طبعه طول الوقت يطلع ايه؟ بي اي اتش اول حرف من كل كلمه برولاكتين انهيبيتوري هرمون دول السته اللي خارجين من الهايبوثالامس تي ار اتش سي ار اتش 2 جوناد وترافيك ريليزنج هرمون وجراس هرمون ريليزنج جراس هرمون انهبيتوري كده خمسه والسته برولاكتين انهبيتوري هرمون طب انت خلصت سته خارجين من الهايبو صارت معاك طيب الانتيريور بيتيوتري قلت لنا ان هم سته على البورد انت عنده اربعه فين الاثنين الباقيين؟ جراس هرمون وبرولاكتين
بس كده حط عنوان مهم قوي. الستة هرمون اللي خارجين من الهايبوثالامس عشان يأثروا على الانتيريور بيتيوتري اتسموا هايبو فيزيو ترافيك هرمون. وهنا نفهم معنى الكلمة. كلمة هايبو فيزيس اللي قلناها المرة اللي فاتت معناها بيتيوتري جلاند. طب كلمة ترافيك يعني ايه؟ يقوي البيتيوتري. ستيميوليت ذا بيتيوتري يعني الهرمون اللي خارج من الهايبوثالامس هينشط يعني ترافيك ذا بيتيوتري، فسميتها هايبو فيزيو ترافيك هرمونز. كده كلام جميل قوي. حتى الاي سي تي اتش اسمها ادرين كورتيكال ترافيك هرمون. كلمه ترافيك دي هتسمعها كتير السنه دي. جي اي تي اندوكراين اسمها كتير قوي. طيب كده قلنا سته وسته. في بقى معلومه لازم ابلوزها دلوقتي علشان اوضح نقطه. مين هم الجلاندز اللي مش تحت سيطره الانتيريور بيتيوتري؟ انت قلت ثلاثه جلاندز اهم: ثيرويد، ادرينال كورتكس، وجونادز. قول لي بقى الثلاثه اللي الانتيريور بيتيوتري لا يتحكم فيهم. لا يتحكم الانتيريور بيتيوتري فيهم هم ثلاثه. وعشان ما تحفظ بص معايا على البورد. ثيرويد عكسها بارا ثيرويد، يعني الغده اللي في الرقبه دي وراها في اربع غدد صغيرين زي حمص الشام الصغير قوي اسمه بارا ثيرويد. حتى الناس اللي ذاكرتها بالعربي عارفين معناها. الغده الجار درقيه، يعني دي كانت ثيرويد دي درقيه، دي اللي جارتها بقى، دي مش تحت سيطره الانتيريور بيتيوتري. مفيش حاجه اسمها هرمون خارج من الانتيريور بيتيوتري تو ستيميوليت بارا ثيرويد جلاند. لا. طب هتشتغل ازاي البارا ثيرويد؟ معادنا في فيديو خاص بيها، دي غده لوحدها. نيجي بقى رقم اتنين. هنا قلت ادرينال كورتكس، يبقى عكسها ايه؟ ادرينال ميدالا. مش قصدي عكسها على عكسها، قصدي الجزء التاني هو الادرينال ميدالا اللي بتفرز كاتيكول امينز. قلت هنا جوناز تحت سيطره الانتيريور بيتيوتري، يبقى انا هقول بانكريس. وهنا عايزك تلاحظ ملاحظه جميله قوي. الفيديو الاولاني انا قلت اي هرمون تركيبته بروتين بحرف البي بيبقوا ثلاثه: بيتيوتري، باراثيرويد، بنكرياتيك، عشان قوه الملاحظه البيهات مع بعض. هنا انت عندك تو جلاندز يبداوا بحرف البي باراثيرويد وبنكرياس مش تحت سيطره البيتيوتري. كده انا جاوبت على اول نقطه، علاقه الهايبوثالامس بالانتيريور بيتيوتري. بس العلاقه دي عايز اقول كلمه اخيره ونبقى الامور سهله. اسم التراكت ده ايه؟ هو بادئ من الهايبوثالامس وانتهى في الانتيريور بيتيوتري، هسميها هايبو سلامو، دي البدايه. رايح الى البيتيوتري يبقى هايبو فيزيال تراكت، ودي نقطه مهمه جدا.